أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نتابع مع حضراتكم مظاهرات الجالية العراقية في الخارج تأييدا لمظاهرات العراق ضد الأحزاب الحاكمة. نبدأ من وقفة احتجاجية للجالية العراقية في ولاية شيكاغو الأمريكية تضامنا مع المتظاهرين في العراق. بغداد حرة حرة، إيران بغداد حرة حرة، إيران برا برا، إيران برا برا، إيران برا برا، بغداد حرة حرة، بغداد إيران برا برا، إيران برا برا، الحلة حرة حرة، الحلة حرة حرة، إيران برا برا، إيران برا برا، بغداد حرة حرة، بغداد حرة حرة، إيران برا برا، إيران برا برا، الناصرية حرة حرة، الناصرية حرة حرة، إيران برا برا، إيران برا برا، بغداد حرة حرة، بغداد حرة حرة، إيران برا برا، إيران برا برا، جلنا العراق يا جماعة الخير. كنا العراق رغم البطر والثلج، ونحن كنا العراق يا عراقيين، خليكم خليكم أحرار، خليكم أحرار. طبعا كما استمعتم مشاهدينا الكرام، هذه أصوات تعالت في الولايات المتحدة الأمريكية. نتابع أيضا وقفة تضامنية للجالية العراقية في أمريكا أيضا من الكاهون تضامنا مع احتجاجات وتظاهرات العراق، فنشاهد. في تظاهرات 25 شباط عام 2011 أصر الشباب الذين بدأوا حركة الاحتجاجات في العراق على سلميتها ونزوعها الحضاري في شكلها وتنظيمها وسلوك المشاركين في جميع المحافظات التي خرجت للتظاهر، وإن كانت بدايتها عفوية طالبت بتوفير الخدمات الأساسية وإيجاد فرص العمل بشكل عادل، وكما أشارت إلى الفساد الإداري الذي نخر الدولة العراقية في جميع مفاصلها، وفي المقابل أصرت الحكومة على قمع التظاهرات ومحاولة تحريف مسارها وجرها نحو الصدام والمواجهة لاستخدام القوة من جهة وإعطاء وعود لم تنفذها من جهة ثانية. واليوم يعود التاريخ بنا إلى الحال ذاته من دون تغيير في سوء الخدمات المقدمة، بل وانعدامها من قبل الحكومات المتعاقبة، وتراجعت إلى الحد الذي لم يعد الناس قادرة على الصبر والتحمل، وهو رغم الإرهاب خرجوا وشاركوا في أكثر من انتخابات، ومنحوا الفرصة تلو الأخرى للأحزاب الدينية لإنجاز برامجها وإثبات صحة وعودها التي صدعت بها رؤوس الناس على مدى. طبعا نستمر من الولايات المتحدة، حيث الجالية العراقية في ميشيغان تتظاهر ومواطن عراقي يشرح معاناة العراقيين وسطوة الأحزاب، فلنشاهد. أنا شفت مصائب وفضائح بعيني، أنا شفت بعضهم عبيدة مفتاح بيد خزينة الدولة، يهب الهبات بكيفه، ينطي الملايين بكيفه، صار أمر قدام عيني، قيادي كبير جدا ومعروف، والله الذي لا إله إلا هو إجا، وأنا مسؤول عن ما أقوله، إحنا سبعة قاعدين، إجا واحد ذو مركز بسيط، استلم لواء، قال له تفضل حجي قد وقع لي على هذا التشيك، أنا مسؤول على ما أقوله. إيش قد التشيك؟ 54 مليون دينار. 54 مليون دينار ثمن شنو؟ ثمن مكتب بسيط لسيادة آمر اللواء. قال له لا هذا كثير، خليه يذكروه كل زين، إحنا سبعة قاعدين. لا هذا كثير، قال له لا عليك الزهرة. إيش دخل الزهرة بالسرقات؟ بطلوا يا عراقيين، كونوا أحرار، كونوا شجعان. الثورات ما تنجح إلا بالتضحيات. الحكومة الآن الحالية. مشاهدينا الكرام، هذا الشخص المواطن العراقي الذي تحدث أمامكم قبل قليل هو جزء من مقطع كبير عرضنا جزءا منه يوم أمس عن الشخص الذي كان في ميشيغان كذلك وهاجم الفئة التي تحدثت بأنها من سجناء رفحاء والذين تظاهروا ضد المتظاهرين العراقيين في الداخل، اتهموهم بأنهم بعثية وهناك بعثية في داخلهم ومندسون وما إلى ذلك.
الأصوات التي خرجت معارضة لما تحدث به سجناء رفحاء أو القلة من هؤلاء هي إثبات لأن الصوت العراقي الحق والرفض الحقيقي للعملية السياسية وما جاءت به موجود حتى وسط هذه التجمعات التي تهاجم المتظاهرين. يوم أمس هاجم رجل عراقي كذلك هذه الوقفة، واليوم يتحدث هذا الشخص بالطريقة التي يتحدث بها جميع العراقيين في الداخل. هذه الآن نتابع مع حضراتكم طبعا الآن وقفة احتجاجية للجالية العراقية في بروكسل في بلجيكا، فلنشاهد. مشاهدينا ومشاهدين يورا تايم، نبث إليكم البث المباشر لتجمع الجالية العراقية من أمام مبنى السفارة العراقية في بروكسل، وهتافات المتظاهرين تطالب بإسقاط الأحزاب العراقية وظلم وإيقاف الظلم ضد المتظاهرين والثورة الشبابية ضد الفساد والظلم وثورة العراق الموحد من دافو إلى البصرة، وكما تشاهدون مستمرين معكم بالبث المباشر. كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، هؤلاء الشباب الذين عبروا البحار وخاطروا بحياتهم من أجل الوصول إلى أوروبا في بلجيكا وفي غيرها من الدول الأخرى، هربا من الموت الموجود في العراق، هربا من الحياة البائسة، الحياة التعيسة، الحياة الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي في الداخل الآن. هؤلاء الشباب ربما وجدوا منفذا فاستطاعوا يخرجوا من خلاله، لكن من في الداخل لم يجد أي منفذ غير التظاهر والإدلاء بصوته غضبا بسبب طبعا السياسات المتبعة لمدار 15 عاما. نتابع مع حضراتكم الآن تظاهر الجالية العراقية في فنلندا، فلنشاهد. كلكم حرامية، كلكم حرامية، كلكم حرامية، كلكم حرامية. نبقى مع الجاليات العراقية حيث نتابع مع حضراتكم الآن تظاهرات مئوية تنطلق في برلين. هذا كارت الجميع فاشل، انتم من الاحزاب، نريد حكومه خاليه من الاحزاب. الله ينتقم معكم، موتونا، موت شبابنا، موت اعلاننا، موت اهلنا. الله لا يعطيكم الرواتب التقاعديه اللي دمرت ميزانيه البلد تلغي. ونتابع ايضا وقفه تضامنيه للجاليه العراقيه في سويسرا. بالروح بالدم نبديك يا عراق، 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 بالروح. واحد ثاني هسه شعار ثاني، هذا الوطن منبيعه خوان سنه وشيعه، هذا الوطن منبيعه. كلا كلا للأحزاب، 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 كلا كلا للأحزاب. شعارات وأصوات ارتفعت تثبت للحكومات الحالية والسابقة بأن هذا الشعب شعب واحد، مهما حاولوا من تفرقة، مهما حاولوا من إطفاء صبغة طائفية، مهما حاولوا من إدخال هذه الفتن في هذا المجتمع، أثبت المجتمع أنه مجتمع واحد وشعب واحد في الشعارات التي أو من خلال الشعارات التي رفعها والتعامل الإنساني فيما بين المتظاهرين، مهما كانوا بالأخير في النهاية طبعا الكل عراقي. وقفة تضامنية للجالية العراقية في فيينا، نشاهدها مع حضراتكم. Okay, so
ونبقى في الوقفات التضامنية والتظاهرات التي حدثت خارج العراق. وقفة تضامنية للجالية العراقية في مدينة هيلسنكي في فنلندا، تقريبا هي نفس المظاهرة التي عرضناها ولكن من زاوية مختلفة. لم يغادر العراقيون بلدهم لولا أنهم اضطروا لذلك بسبب طبعا التهديدات، التهجير القسري، بسبب الميليشيات التي انتشرت، الحرب الطائفية التي ساهمت بها هذه السلطة ومن معها طبعا الاشتعال واشتعال الفتنة في العراق. هذه الأمور قادت هذا المجتمع إلى المغادرة. طبعا البطالة، قلة فرص العمل، الفقر، الجوع، نقص الخدمات، الاعتقالات العشوائية وبدون مذكرات قضائية، مشاكل كثيرة واجهت الشعب العراقي جعلت منه الكثير الذي لم يستطع التحمل إلى الخروج بحثا عن أمان وبحثا عن بلد يحتضنه ويحتضن أطفاله معه. للأسف الشديد، على الرغم من نحن سعداء للغاية بمشاهدة هذه الوجوه الطيبة التي نراها الآن من العراقيين والأصوات العراقية الحقيقية الموجودة في الخارج التي ساندت وتساند في كل وقت، ولكن بنهاية اضطر هؤلاء كرها ومجبرين لمغادرة بلدهم الذين ولدوا فيه والذين أرادوا، حتى البعض طبعا الذي توفي أراد يدفن فيه نظرا لحبه الشديد لهذا البلد. نتابع مع حضراتكم الآن قصيدة موجهة من متظاهر بصراوي إلى العراقيين عامة وأهالي البصرة بشكل خاص. هيع للخبز خيصيح الجامع، أذن واللي يصلب بيته ما جايع، ثورة على الأحزاب وعلى السياسيين، قبلهم لازم أكتب من حشى السامع، أطلع أخواني لا يلعنكم التاريخ، باكر بالندم يتلثم الخانع، ولك جيراني ميت من قبل سنتين، أمس ويانا شفته من القبر طالع، يا أبو القاتل أفندي صاحب التبريد، قبل الليل الطويل وركعة الخاشع اسكت ما سمعت، همك التبليغ لو همك الحزبة تستمر تابع، لا تنظر براسي من التعب والضيمة، خيك بالكلام مخلص وغاية، المهم نطلع وذا يتعفر التبليغ بسواد وجوهكم يتبلغ. طيب نتابع الآن الشباب البصرة وهم يحاولون إخراج الدراجات النارية التابعة للمتظاهرين والتي قامت القوات الحكومية بإلقائها في النهر. هذا مو جيش. لا لا راك اليوم. نبقى في البصرة واستمرار المظاهرات في مدينة البصرة ضد فساد الأحزاب الحاكمة. الملاعين ضد الوين وين الملاعين، وين صعب ضد النفط على الملاعين، وين 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 الملاعين، وين شعب جايع وانتفض والعيشة بالدين، وين 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 الملاعين، حريت ما عنده شغل ما لاقي تعيين، وين نتابع مع حضراتكم متظاهر من مدينة البصرة يتحدث عن معاناة المواطنين في المحافظة بشكل عام ويحث الناس للخروج بالتظاهر. ولك بالمسؤول يغسل وجه الماي مالح، راب المسؤول تطفى عليه الكهرباء، راب المسؤول يدفع على باله بالسوق،
يعني بس تعرقل لي شلون؟ يعني يقولون المواطن خليه يبوك، يقولون المواطن خليه يسلم. عندك عرف بالاحزاب صعدت، ما عندك عرف بالاحزاب لمت بالبيت قاعد وساكت. يعني ولي ولي ابي المهدر وجهك حزب، لو كان ابوي لو كان اخوي بالحزب كان ما اشتغلت عمالي، كان بعد فوق القمر. بس انا ما عندي سلطه بالحزب، يا العرب داعش ولا غير احنا الفقره ابو العمالة ولك راح العساتر وكم وانتم اهل الكراسي وكم. والله العظيم عندنا بيوت على الناس الفقره، بيوت حواسن، بيوتنا تجاوز عفنا ورحنا للسواتر. طلعنا مظاهره سلميه رافعين علم عراقي يتلقينا حيدر العبادي. ندخل قوه للبصره، ندخل قوه للبصره. وصل علينا بالبوريات وتهجموا علينا بالرصاص. قالوا هاي مدرسة سلميه، مدرسة مظاهره واحد يعرف الاخ. كل احنا ورد البصره طالعين على مطالبات شيء بسيطه. البصره انترست كلها بنجلاديش، يابانيين، صينيين. يعني على وين اروح؟ انا جاد اول الشغل بعد ابو المعل، اقول انا عندي صينيين. يعني على وين اروح؟ على وين اولي؟ وانا ابن البصره، البصره نفطيه عوداي. ابو الشهاده يدفع على بالي اشتر عمالي ليش؟ انا ما عندي شهاده، بس انا تعب على روحي. كما استمعتم مشاهدينا الكرام، ويخرج حيدر العبادي بوعد بإعطاء 10,000 فرصة عمل. يتفاجأ شباب البصرة، هؤلاء الشباب، بأن الملفات التي قدموها للحصول على الوظائف حرقت أو ألقيت في النفايات. متظاهرو البصرة من أمام مبنى مجلس المحافظة يؤكدون على إصرارهم بالبقاء معتصمين واستمرار التظاهرات. طبعا نحن عرضنا منذ بداية هذه الحلقة أصوات العراقيين المتظاهرين الذين خرجوا في الداخل والخارج، خارج العراق، الجاليات العراقية، وكذلك أصوات المتظاهرين في الداخل. ولكن أين الحكومة من كل هذا؟ دعونا نشاهد مشاهدينا الكرام مقطع تم تداوله لأول مرة لمظاهرات الجمعة في ساحة التحرير في بغداد يوم 20 تموز الذي مضى، ورد السلطة. نتابع مع حضراتكم تعامل السلطة مع المتظاهرين. قام يرمون في الدموع الساقطين جماعة العبادي الخايسين على شنو؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بفقرة آراءكم. طبعا اغتيل المحامي جبار البهدلي في محافظة البصرة على يد ميليشيات بسبب اعتراضه، ولكن دعونا نشاهد بالتحديد لماذا اغتيل المحامي جبار البهدلي. كل ظلم يقع على البصرة نحن جزء من هذا البلد أو من هذا المجتمع. جئنا اليوم لنقف مع المتظاهرين، نشد عزم المتظاهرين دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا المقطع. في أول تعليق لدينا محمود يقول يا بشانو فكر، بس هسه استقوى نفوذ وسلطة وخدم وحشم ومرتزقة تشتغل جواهم، وكل هذا بفلوسنا اللي سرقوها. يتحدث طبعا عن الأحزاب والسياسيين. في تعليق آخر لدينا
الحقوقي نزار يقول لا حول ولا قوة إلا بالله رحمه الله، والحذر يا شرفاء، هنالك عصابات شرعت بالاغتيالات لكل الناشطين والإعلاميين والوطنيين. ولدينا أيضا هشام يقول إلى جنات الخلد وتبا للسلطة وذيولها القذرة، رحمك الله أستاذ جبار. لدينا أيضا ضمن التعليقات محامي علي عذير التميمي يقول عايشين بوسط وحوش على هالجريمة صارت، ما معقولة بشر. وأيضا مروان يقول الظاهر هذه ما يصير، كل واحد يوقف بالضد من الحرامية والفاسدين، وهذه ما يصير، همتين المتظاهرين راح يصفوهم حتى لو كانوا بالآلاف. هذا هو رد أحزاب السلطة، هذا هو الرد الحكومي. آخر التعليقات لدينا بهذا الخصوص، الفاروق يقول تبا للأحزاب السياسية الفاسدة جميعهم وبدون استثناء، هلكت الشعب ودمرت العراق يا سياسيين يا فاشلين يا تبعية إيران، وإيران هي السبب بكل ما يجري للعراق. هذه كانت التعليقات التي جاءتنا بفقرة آراءكم، نراكم بعد قليل مع فقرة هاشتاج. بفقرة هاشتاج، الوسم العراقي ينتفض ضد الفاسدين، وسم انطلق عراقيا وتفاعل معه النشطاء العراقيون بالطبع. معنا علي العراقي يقول مجلس محافظة البصرة بعد ما كانت مطالب المتظاهرين بإقالتهم وإحالتهم للقضاء فتحوا سالفة الإقليم حتى يبعدون الأنظار عليهم ويغيرون مسار التظاهرات. في تغريدة أخرى أحمد يقول أيها المتظاهرون كونوا أقوياء قدر المستطاع، فهناك من يحب أن يراكم مكسورين، وهذا اليوم لن يحدث إن شاء الله. وأيضا لدينا فهد يقول من السهل أن تجد الخونة بالعراق وتضعهم في سدة الحكم، تسيطر على عقولهم وولائهم وتسلب خيرات بلادهم وتحتل أرضها، لكن من الصعب أن تقف في وجه الشريف إذا غضب. وآخر التغريدات لدينا بهذا الخصوص، المهندسة علياء إبراهيم تقول لا يدافع عن الفاسد إلا الفاسد، ولا يدافع عن الساقط إلا الساقط، ولا يدافع عن الحرية إلا الأحرار، ولا يدافع عن الحق إلا الأبطال، وكل منا يعلم تماما عن ماذا يدافع. إذن تابعتم مشاهدينا الكرام التغريدات التي جاءت على هذا الوسم، وكذلك التعليقات التي جاءت بفقرة آراءكم. نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.